يا هلا يا هلا. لا تنتزع الاعتذار الصريح من الأحبة ومن الأصدقاء، الاعتذار المباشر اللي يقول أنا ماني مسامح إلا لين يقول لي أعتذر، لين يقول لي آسف. انتزاع العذر الصريح يبغي ندبة في القلب. الأصل في الاعتذار بين الأحبة والأصدقاء هو الاكتفاء بالمعنى للاعتذار. وكم من آسف صريحة خالية من الاعتذار، وكم من نظرة صامتة مليئة بالأسف، مليئة بالندم. فيجب أن نتقبل الاعتذارات غير المباشرة، أن نتفهم خجل المعتذر، أن نقبل طريقته في الاعتذار. هذا دليل على النبل، دليل على المروءة، دليل على رهافة الحس. ولأنه أيضا لا يعتذر إلا من يريد الحفاظ على بقاء المودة. فلا نضيق طرق الاعتذار. الاعتذار قد يكون خدمة، قد يكون تلطف، قد يكون ثناء، قد يتصاغر لك من باب الاعتذار، قد يكشف شيء من أسراره ومواجعه وهزائمه من باب الاعتذار. شلون وش أجمل العفو؟ العفو اللي سابق العذر، يصل قبله. العفو الذي يتدارك الكرامة. وعلى قول عقاد يقول: لا تعز الكرامة في نفس أحد ويهون عليه أن يهينها في نفوس الآخرين. مذلة رفيزي بالخطأ ما هي فيني، ولا حب شوفة شذرة السيف من ثلمة. أنا ما حد المخطي على أنه راضيني إلا صار الخطأ، ما هو بطبعه ولا سلمة. إلا شفت عنده نية العذر تكفيني، عذرته ولو ما تكلم ولا كلمة.